السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه ده؟ أنت كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبله ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبله؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ولا مبسوط؟ مبسوط؟ هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا، اهدى شويه. حرام عليك. ارحمني خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمك يا بابا. بقى هفهمك. خد يا زكي. قلبي ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك. شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك يا بابا. يا بابا يا مكار، عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا. اقف هنا. قلت لك كده تكون بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قليل ادب؟ بتهزر؟ تعالى يا انت. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله الا التفاح يا بابا. لا 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 لا. انت هتشيلني يا انت. انت هتشيلني يا بابا. بقى يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جايب لاخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت. اخوك خلاص يا بابا. ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا محدش ضربني. انا ما اتنقلتش من هنا. ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال، لا تروح تجيب ناس تانية. بلاش. اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. يا حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عينه هو. سالم صباح الفل. سالم كنت بحب انقشك يا سالم. طيب ايه، هتضل لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما اكلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة. في كده وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ ايه ده؟ كنت شايل منوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
ايه يا بابا ده هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق. انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. لو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المسوره اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا. حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاعه اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لو انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخو على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره. بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ليه ده العيش بقت ليه كده؟ ده فول ده عيش ماشي جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي بني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام. وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كلات كلات كده. طيب ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي تي 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 نازلالك بقالك. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه جميله. وسعادتك كليه الطب. قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. Okay.
بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسمك كريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدقني ما تبصلوش بقى، ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشة؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا ناهض هيضربوك ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي. ايه اللي بهدل مبنى بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذة سعادة الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجولة ازاي؟ انا يا باشا انفع للشغلانة دي 100 كده. شغلانة؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. روح يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجة مهمة. تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب. وابن ايه الا الاب؟ يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صورة دي وانا ببدلة الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصورة فيها هنا عليك، دي الصورة لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصورة دي لما كان معانا الكاسة. مين ده؟ انا. انت؟ في الاوضة عندي. في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصورة دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح دي. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا خرب بيه. شكرا. سلام سلام. اقعد على الكرسي ده، انا سلام. مدفيه كويس قوي. نهار اسلوم. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش حي تاني.
يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا بس يا واحده شويه مش عارف عصبي ايه شويه تعبتني ايه تعبتني بس ارحمني ارحمني انت بودي جارد ايوه بعمرت ايه يا واد ده جسمك ملوش وش من قفا وقال ايه قال ايه قلبك ميت انت قلبك ميت ايوه قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي بأمرت ايه يا اخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله رياض اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه انت بتعايرني دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص انا دلوقتي بكافح يا بابا بالنصب يا ابني الكلب يا ابني يا بابا يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل انا ايه 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 مش هسيبك يعني مش هسيبك ايه يا زكي تعال هنا ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي مالك حاله يا اخي اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك ركز زكي وراك انا ابوك ايه يا زكي في ايه انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك انا مش صايع دلوقتي انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك يا بابا ده انا ما انت معاك ضلني اوعى من وشي يا بابا يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمة عيش والله ما حد هيقطع عيش الا انت اطلع يالا اطلع مش طالع يا ربي بخلي فار اطلع يالا احسن لك مش هطلع خلاص خليك يا اخوي حتى بتاع السرير نام ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره واعيد لك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه مجنون الواد ده ولا ايه والله مجنون What?